أستاذ محمد، ممكن أخد فكرة أكبر عن المجلة، عن بداية التفكير فيها، الاستعداد، الترتيب ليها، وبعدين هنستعرض سريعا من خلال مقاطع الفيديو صفحات هذه المجلة. هو أنا متشكر أولا، كل سنة حضرتك سنة طيبة وحضرتك طيب. والشعب المصري طيب، وسنة إن شاء الله جاية تكون أسعد علينا كلنا. هو في البداية قبل ما نتكلم عن المجلة، أنا حابب بس أتكلم عن المظلة اللي بتقوم عليها المجلة دي. إحنا مؤسسة اسمها المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم. أنا محرر علمي أصلا، أنا صحفي علمي بقالي ما يقرب أو أكتر من 15 سنة. كان جانب مهم قوي انه انا شايف انه الحاله العلميه، احنا عندنا حاجات كتيره قوي، عندنا علوم وعندنا افكار وعندنا مبتكرين، ولكن دائما ما بنلاقيش الدعم الكافي ليه. اول دعم بيبان من الدعم الاعلامي. المؤسسه المصريه لتبسيط العلوم هي مؤسسه مشهره اهليه، لها عدد من المشاريع. أهم المشاريع أو أهم أو أحد المشاريع المهمة هي منظومة وثائقية علمية معرفية متكاملة. منظومة مش بس عبارة عن المجلة، لا، هي منظومة بحثية، موقع أو 3 مواقع و3 مجلات و3 قنوات إن شاء الله. عندنا ايجيبشن حاليا، ان شاء الله اعتقد لو ربنا كرمنا في 2018 في افريكان لايف وفي اريبيان جيوغرافيك. الهدف من المنظومه الوثائقيه، انا كنت دايما اسال، يعني احنا لما بنحب نروج للتاريخ المصري او للسياحه في مصر او الحضاره في مصر، بنستعين بمصور اجنبي، مخرج اجنبي، يرصد لنا يرصد حاجات. لنا علشان يبتدي يروج لمصر. وده حصل بعد حادث الطائره الروسيه في مصر، اضطرينا ان احنا نستعين بالاخرين، رغم ان احنا يمكن نمتلك بالظبط الخبرات والقدرات دي. نمتلك الخبرات ونمتلك العقول ونمتلك الأفكار. والأهم من كده إن إحنا عندنا في مصر مصورين عظام طبعا اشتغلوا في كبرى المؤسسات العلمية والوثائقية في العالم. عندنا الدكتور حسام دياب، مصور وشيخ المصورين في مصر، وده محكم في ناشونال جيوغرافيك، هو مستشار علمي في المجلة. عندنا أستاذ محمد هشام في براري أفريقيا. عندنا ناس كتير قوي 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 عندنا شباب نقدر كتير كمان مهم الأهم في بقى مجال التصوير. إنه ليه مصر وهي مكوناتها حاضرة ما يبقاش عندها قناة وثائقية علمية معرفية. احنا لما جينا اشتغلنا على الموضوع ده لقينا انه مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، في كل كيلومتر مربع في 1,000,000 قصة ومليون حكاية ومليون مليون اكتشاف بالظبط. وروايات. احنا عملنا لمصر 9 خرايط بتعتمد على، في خريطة للآثار والحضارة والثقافة، وفي خريطة للثقافة والعادات والتقاليد والتراث، خريطة للأديان، خريطة للحياة البرية والحياة البحرية، خريطة للطبيعة. وسألنا ازاي احنا ما نعرفش، يمكن انا كلمت مسؤولين لقيتهم ما يعرفوش انه ايه، يعرف ايه عن الصحراء السوداء ولا الصحراء البيضاء، يعرف ايه عن الخريطة الفلكية 276 يوم تقدري تشوفي الكون بتاعنا ده من بالعين بس المجردة. عايز بحث ده اكيد، وفريق ده عمل اكيد. كبير. احنا في موضوعاتنا او ده اللي مخطط ليه، مش بنزل صحفي ايوه ومصور، لا، ده انا بنزل صحفي ومصور وباحث، ايوه بحيث انه يقول له مثلا لما نروح يوجهه. بحيرة قارون، ايوه شط اسكندرية كان موجود في المكان ده عند الفيوم وما في وادي الحيتان وما خلف المنطقة دي. اما يجي يصور الكثبان الرملية بيصورها بطريقة معينة بناء على الدراسة اللي عملها الباحث عشان نعرف انه هنا كان في شط، بينما أماكن تانية بيبقى فيها نباتات نعرف إن هنا في مياه جوفية، أماكن تانية الأرض فيها انكسرت تكتونيا، صعدت جبال ونزلت جبال، انفصلت قارات وجت أماكن تانية وانحصرت المياه. ده بحث، مش مجرد صورة وموضوع علمي، لا، ده في باحثين لازم يشتغلوا عليه. وزي ما قلت لحضرتك قبل ما نطلع انه في موضوعات في ناشونال جيوغرافيك بتاخد بالسنة والاتنين وتلاتة،